دكتور محمد، ده يمكن أسباب يعني اللي بتخلي الناس تقول اللي احنا الحمد لله في فترة من فترات الاستقرار رغم استمرار يعني ذروة الموجة الرابعة، هي فكرة ارتفاع أعداد نسب الشفاء للمصابين سواء كانت في مستشفيات العزل أو المستشفيات الأخرى من المصابين بفيروس كورونا. إيه سبب ده؟ يعني هل ليه علاقة بتحديث بروتوكولات العلاج ولا إيه السبب في ده؟ شوف سيادتك أستاذ أحمد، احنا الحمد لله بقى في خبرة مصرية كبيرة في هذا الاتجاه، وفي نقطة تانية هو كرم كبير من ربنا الحمد لله ان هذا المرض او هذا الوباء الفيروسي زي كثيرة من الفيروسات، الغالبية العظمى من الحالات بتبقى حالات بسيطة او بسيطة الى متوسطة. نعم. بقى في استقرار نفسي واستقرار طبي وخبرة طبية موجودة في التعامل مع هذه الحالات. يعني اذا الجزء الاكبر من الحالات بيعالج خارج إطار المستشفيات ولا الرعايات المركزة. لا. ونسبة هي بتصل من 10-15%، هي دي اللي بتحتاج إنها تخش مستشفى أو الله يقدر تحط على جهاز تنفس صناعي. وأعتقد الحمد لله نسب الناس اللي بتدخل المستشفيات ما بقتش كتير يا دكتور. يعني الإحساس بالراحة النفسية وراحة الاستقرار هو إن في سيطرة على التعامل مع الحالات، ما فيش هلع لما حد بيجي له كورونا. طبعا الناس بتبقى قلقانه وليهم حق، انما الحمد لله التعامل الطبي يعني حرفيه شديده جدا، بنقيم الحاله، ايه العلاج اللي ممكن تاخده، ايه النظم العلاجيه اللي موجوده للاعراض او المضاعفات، والحالات اللي بتحتاج مستشفى بنوجهها لكل احدى مستشفيات العزل ويتم التعامل معها ايضا حسب قواعد جيده جدا.